السلام عليكم. من بعد ما شفنا simple tense في affirmative form، دابا غادي نشوفو simple tense في negation. وبالنسبة لهذه القاعدة اللي راها مكتوبة هنايا، يعني fits all verbs except الverb to be، يعني هاد القواعد هادو اللي راهم مكتوبين هنايا كاملين كنخدموهم على جميع الأفعال من غير الverb to be، حيت الverb to be عنده لا conjugaison ديالو بوحدها، وهي ديجا راها كاينة في واحد الفيديو واحد آخر. فغادي نبداو دابا نشوفو بالنسبة للباست والبريزنت والفيوتشر. أول حاجة غادي نبداو بالبريزنت. فاش كنبغيو نكونجيكيو يعني الفعل، أي فعل كيف ما كان من غير الفيرب تو بي في البريزنت سيمبل في النيجيشن، يعني في الأسلوب النفي، ف كنجيبو الفيرب تو دو اللي هو أوكسيلري، يعني الفعل المساعد هو اللي كيعاوننا باش اننا نديرو نيجيشن. فكنكتبوه بهذه الطريقه don't ولا doesn't. شنو المعنى نتاع don't ولا doesn't؟ هي do not ولا does not، يعني هي short form زائد الانفينيتيف. اوكي، do not ولا doesn't plus الانفينيتيف. هنا بالنسبه ل doesn't كنخدموه مع she ولا هي ولا it، اما الاذر subject pronouns فكنخدمو معهم don't. اوكي، بالنسبه للباست ف كتلاحظوا بلي ان في البريزنت هاد دونت ولا دازنت راه مكونجيكي في السيمبل بريزنت. بالنسبه للباست فالفيرب تو دو راه مكونجيكي في الباست اللي هو ديدنت. اوكي، كنكتبوا ديدنت ولا ديد نوت بلس الانفينيتيف. هنا ضروري خص يكون الانفينيتيف من مور negation اللي هي not. اما بالنسبه للفيوتشر فكنقولوا will not plus the infinitive، وهنا هذه هي القاعده الوحيده المشتركه ما بين ال simple tense في negation و simple tense بالنسبه للverb to be. اوكي، كيف ما كتلاحظوا هنايا بالنسبه للverb to be في الفيوتشر كنقولوا will plus not اللي هي negation plus الverb to be في الانفينيتيف. وبالنسبه لهنا في هذه القاعده هذه كذلك عندنا will not plus الانفينيتيف. اوكي، غير في قاعده اخرى هنا عندنا be. دابا غادي نشوفوا الامثله. بالنسبه للبريزنت ف الى خدينا الverb to need يعني يحتاج او احتاج، اذا بغينا نحولوه او نكونجيغيوه في simple tense في present في affirmative. okay، كنقولو I need، أنا أحتاج I need، هنا في affirmative راحنا كنهضرو. أما إذا بغينا نحولوه negation يعني نديرو الجملة يعني في أسلوب النفي فكنقولو I don't need. شنو كنديرو؟ كنجيبو auxiliary اللي هو not sorry do plus negation اللي هي not، do not ولا don't زائد الانفينيتيف نتاع الفعل اللي راني باغيه اللي هو need، I don't need. okay، so كنقولو I don't need، you don't need، we don't need، they don't need. دونك هادو كامل هاد subject pronouns كنخدمو معاهم don't. اما بالنسبة لشي هي it فكنخدمو معاه doesn't need. اوكي، دابا نشوفو الverb او الpast tense. بالنسبه للpast tense فغادي ناخذ مثلا الفعل help to help، اذا بغينا نحولوه او نكونجيغيوه في الباست في الافيرماتيف فكنقولو I helped، يعني الفعل to help كونجيغيناه في الافيرماتيف كنقولو I helped، كنزيدو ed. اوكي، كنكتبو الفعل كيف ما هو وكنزيدو عليه ed حيت راه regular verb. هذا اذا بغينا هاد الجمله نتاع I helped نردوها في النيجيشن، يعني نزيدو عليها not، فخصنا ضروري ما نزيدوهاش يعني ما نزيدوش النيجيشن غير بوحدها، خصنا نجيبو الاوكسيلري اللي هو did
من موراه نوت عاد الانفينيتيف اللي هو هيلب، يعني كنحيدوا هذيك الاودي اللي كانت عندنا وكنردوا الفعل انفينيتيف. دابا بالنسبه للفيوتشر ف كنقولوا I will not watch. اوكي هذه في الفيوتشر حيت الفيوتشر معروف بويل. سو I will not watch بالنسبه لwatch يعني كتكون في الانفينيتيف. I will not watch, you will not watch, they will not watch. وكذلك بالنسبه لشي هي it كنقولوا will not watch. وما ديروش الغلط نتا انكم تزيدوا هنا اس حيت هنا will راه من موراها نيجيشن ومن موراها فعل، وهذا الفعل خصو ضروري يكون في الانفينيتيف ما خصوش يكون محول. وبالنسبه للاو اس فدائما هي كتكون غير بالنسبه للبريزنت. اوكي سو هذه هي لا كونجوغيزون ديال النيجيشن تاع الافعال في سيمبل تنس.